ان شاء الله تكونوا بألف خير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح بيكون ردة فعلي على تيك توكس نور مار الجداد. اذا انتم مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. خلينا ما اطول عليكم كثير وخلينا نبلش. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacy. Okay, Nur Natter. Ija Emo. Vashi Dafshu. Ja. Uh-oh. يعني اهضب من هيك ما في. انه ما بعرف انا كيف هيك الافكار بتجي عنده، كيف فيجي فكره على راسه هيك انه خلينا نعمل هذا المشهد. عن جد برافو. اوكي هاي نور. اوه ماي جاد، انت لاحظتي شو صار هون؟ اللي صار انه نور شاف حبيبته انها بالمشهد التمثيلي، يعني شاف حبيبته عم تحكي مع واحد، قام عمل لها هيك حقيقة لتفتل عشان ما تشوفه، عمل حاله عم يحكي مع امه وبس شافته زقف له. برافو برافو بهنيك. يعني خلص انا من يوم ورايح بصير نزل تيك توك، بدي اعمل فريق بصير اقلد نور مار. شو رايكم يا جلادين؟ اوكي هذا المشهد حلو حلو، بس انا فهمتوش. يا ريت لو فهمتو. المشهد الوحيد اللي انا ما فهمتوش بكل تيك توكات نور مار انه اوكي فهمت انه كان امه عم بدل امر انه كيف تعمل لا يرد عليها نور، بس وقت ما هني راحوا هيك انه خلصين وجن وراحوا، هاي الوحيدة بس الحركة اللي ما فهمتهاش. فبليز اذا حدا فهمها اكتب لي تحت بالكومنتس عشان انه افهم. حرام تيك توكات بجنن وما افهمش انا على وحدة بس. اوكي نور مار قاعد واقف، قصدي قاعد ناطرته التانية ورا. بقلها انا مستعجل راحت. اوكي اوه ماي جاد نو 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 كمشته. يعني في اجمل من هيك واكيد من هيك واهضم من هيك. اوكي انا وقمر عم يتخانقوا. وينو؟ واو واو واو. على فكرة مين بحب شعرات امه زيي؟ انا كمان بحب شعراته بشوي. لحظة صار كان عم يتخانق وام راحت، اجت بدها ترديه ما لقيتوش، قامت لها متخبي تركت روحه ضهره. لا لحظة سلو موشن لازم نعملها. بس انا عم يعمل شيء على التليفون، عم بيعمل حركة انه ياس عم تطلع هيك انه شو في على التليفون، عم يكيف شك عم تطلع بتزهن مثل ياس برامج. اوكي خلصنا ردة فعل. اذا انتو حابين بعد اعمل ردة فعل على نور مار، كل ما عليكم انتو تقولوا لي تحت بالكومنتس وما تنسوا تعملوا لايك
شير سبسكرايب. ولهون بنكون خلصنا الفيديو. اذا انتم مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. بحبكم كثير كثير وان شاء الله اشوفكم بالفيديو او الفلوج اللي بعده. باي.